أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم المسائية بتاريخ 21 مارس موافق عيد الأم العالمي. فيا جنة قلبي وابتسامة ثغري ونور عيني يا أمي، طاب بك العمر وطبتي لي عمرا، كل عام وأنت بألف خير يا أمي. الأم نفحة من نفحات الجنة ونسمة ربيع وادعة، تملأ القلب بالحياة وتملأ الروح بالأمل، وهي أقرب مخلوق وأكثر الناس عطاء، هي الشمعة التي تفني نفسها لأجل أن ترى أبنائها أفضل الناس، وهي التي تحمل وتتعب وتنجب وتربي وتسهر من أجلنا مشاهدين، فهي الصديقة والمعلمة والمهندسة وكل شيء جميل في هذه الحياة. فالأم عالم عصي على الوصف، وأيضا رحلة عامرة بالمشاهد السرة. في هذا اليوم الجميل مشاهدين واليوم الطيب نحتفل، وكل العالم يحتفل بهذه المناسبة العظيمة والقيمة. ونحن عبر المسائية أنا وزميلتي دينا عصام حنتكلم بشهاية الرحمن في هذا اليوم الجميل وفي هذا الاحتفال الذي ملأ قلوبنا سعادة وفرحة، كما ملأتها الأم دائما سعادة وفرحة وعطفا وحنان، ومساء تتجدد فيه مواثيق الإخلاص والولاء والوفاء للأمهات. ولكم أنتم مشاهدين الأماجد. اللي سندت عليها وقعت وقفت مسكت ايدي، اللي حفظت الشارع عشانها وغنت كلها فايدها، للتاريخ ويعزز الانتماء دائما للأوطان ولأمهاتنا. وكل سنة وكل ثانية كل الأمهات بخير وألف خير وصحة وعافية، وإن شاء الله دائما
مهتمين ولا مين لا فاقدين ولا مفقودين، وكل الأمهات الرحلوا عن دنيانا إن شاء الله ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة، وأن نراهم مبتسمين في أعلى مراتب الجنان بمشيئة الرحمن. إذن مشاهدين، هو يوم جميل ويوم يحفل بالعطاء والثناء والبهاء للأمهات دينا. كل سنة وإنت طيبة، وإن شاء الله والدتك بألف خير إن شاء الله يا رب العالمين، ووالدتي إن شاء الله أيضا بألف خير إن شاء الله. كل سنة وكل أمهاتنا يا رب بخير وبصحة وبعافية، وكل الأمة العربية يا رب ربنا يطول في أعمار أمهاتنا يا رب، والرحمة والمغفرة للذين رحلوا. واليوم عنوان حلقتنا طبعا حيكون العطاء الأم والعيد الأم العالمي، وحيكون معانا من داخل الأستوديو الأستاذة الدكتورة مشاعر خليل النور، بكالوريوس طب تشخيصي في هذه الحلقة المميزة. أهلا ومرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا بك. الله يسلمكم يا رب. كل سنة وإنت طيبة، وكل سنة وثانية كل الأمهات بخير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. الله يديك الصحة. أنا صراحة أحب أن أكون من فئة الأبناء وزيكم أتكلم على الأمهات. يا سلام. وتحية لكل الأمهات. اللهم أمين، ربنا إن شاء الله يحفظهم يا رب العالمين، والرحمة والمغفرة لكل الأمهات الرحلوا عن دنيا. مشاهدينا نطلع نشاهد هذا التقرير والريبورتاج، ومن ثم نعود من جديد لمحاورنا وأسئلتنا عبر حلقة اليوم من المسائية. وكل سنة وكل ثانية كل أمهاتنا بخير، وأيضا رحلوا عن دنيانا الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى مثواهم جزاء الرحمة. التي وهبها الله عز وجل للبشرية، وهي من وضعت الجنة تحت أقدامها، ومن تعبت لتحتضن جنينها بعد احتوائه 9 أشهر بعد الثقل الذي صحبها أثناء الحمل، لم تتأثر بما تركه الحمل من علامات مزعجة على جسدها وما رافقه من سهر طويل، فهي التي لم تشتكي بل قابلت التعب بالحب. الأم زهرة الحياة، رضاها يحدد المصير، لا راحة في الدنيا دون ابتسامتها، ولا جنة في الآخرة عند غضبها. تعلم العطاء بأفعالها، وهي التي تقدم دون أن تأخذ، ولا تنتظر إلا أن ترى النتيجة بالتقدم والنجاح لأبنائها، وهي الصانعة للأجيال والمثابرة ومصدر الحنان ينبع من قلبها دون توقف، وهي نموذج من الرحمة وكتلة من الصبر. قدرها عظيم لا يقدر بثمن، ومكانتها كبيرة لا يمكن وصفها. هي من يشكى لها الهم بعد الله، ودعاؤها يهز السماء لشدة قوته على الرغم من أن صوتها رقيق وحنون. هي صانعة الرجال ومربية لغيرها من الأمهات، وهي أساس الاستمرار في هذا الكون، وسبب الإحساس بالأمان هو وجودها، وغيابها مؤلم ومظلم. باختصار، لا حياة دونها. ومعجزات الأم كثيرة، أهمها العطاء، فهي تظلم نفسها لتنصف أبنائها وتدعب نفسها لراحتهم، وهي تعرف ما يدور داخلهم وما يواجههم في الحياة دون أن يفصحوا بذلك. هي قارئة أفكارهم ومن أشد الصابرين عليهم. الإحسان إليها أمر لا يحق التهاون به. من أجمل معاني الحب هو حبها ووفاؤها لأبنائها، لا يمكن أن تغيره ظروف أو مصاعب، بل يزيد مع الأيام. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية مع ضيفتنا من داخل الأستوديو الدكتورة مشاعر. في هذا اليوم في الحقيقة حابين أنه نتكلم عن دائما كيف نقدر نسعد أمهاتنا في كل الأيام، ما بس كمان في يوم عيد الأم. أفتكر هي تستاهل دائما إسعادة في كل اللحظات وكل الأيام، ليس فقط في هذه المناسبة المميزة. صحيح. أنا بشوف أنه الإسعاد اليومي للأم بيكون تقريبا بأهم حاجتين، إنه الالتصاق الجسدي، يعني نبوس أمنا، نطبطب على كتفها، نحضنها، دي سعادة يومية لا تنتهي. في ناس بيشوفوا نفسهم منهم كبار على الحاجة دي، أنا تخرجت، أنا تزوجت، أنا كده، أنا هنا. لا، الواحد ما بيكبر على أمه، ودائما لما يسعد إنه يكون جنبها، يعني زي الكديسة كده، هي بتكون مبسوطة أكيد. الحاجة الثانية البر بكل أنواعه. لو الأم موجودة على قيد الحياة، لو ما موجودة فهي في سعادة يومية
إذا كان الشخص ببره بقدر المستطاع نسمع كلامه نناقشه بهدوء وهكذا. دي السعادة اليومية. احنا بنقول لك كمان كل سنه وانت طيبه لانه اليوم عيد ميلادك. نعم. على حسب معرفتي مني، لكن ما شفنا، ما جبت لنا تورته ولا حاجه عشان نحتفل بك يعني. يعني ما شاء الله اطلالتك اليوم بتاكد انه اليوم يوم مميز بالنسبه لعيد الام وايضا بالنسبه لك شخصيا. نعم، للعيد ميلاد المجيد. صحيح، والاحتفال محمد يعني ممكن يكون احنا دائما بنحتفل بامهاتنا في كل اللحظات. صحيح. ويعني لانه وجودهم في حياتنا، يعني لو قعدنا نتكلم عن دورهم ومكانتهم في اكيد. صحيح. اكيد في يوم. لكن في يوم مميز زي ذات، يعني شنو هي الافكار او كيف انا اقدر احتفل بامي في يوم مميز زي ده؟ شنو هي المفاجآت الجميله اللي ممكن تكون مترقبينها الامهات في يوم؟ ممكن بالذات يعني في يوم زي كده احنا بنفتش على الناس اللي التواصل بهم كان بعيد يعني من فترات بالنسبة لأمهاتنا، سواء كان في الزيارات، سواء كان في يعني التواصل الهاتفي، سواء كده بنطلع ناس كده بيكونوا يعني بيسروا خاطر الأمهات ديل في حتة إنهم هم اللي يتصلوا على أمهاتنا، هم اللي بيجوم. تاني الحاجة الروتينية إنه احنا نعمل هدية كده ظريفة ومنديها للأم. جميل. دكتورة مشاعر، يعني دائما الأم هي جبلت على العطاء، دائما تعطينا الحب والحنان والعطف وبتسهر معانا مهما يعني حصل. فمهما كبرنا إحنا وتقدمنا في العمر بنظل في نظر أمهاتنا لسه أطفال. وانت قبل شوية ذكرتي قلتي إنه الالتصاق الجسدي بالأم، يعني نحن مثلا كبرنا بنتناسى الحاجة دي، لكن في نظر الأمهات نحن لسه أطفال. بالنسبة لهم والله لها قيمة كبيرة، لا قيمة كبيرة جدا إنك تحضن أمك، إنك تمسك يدها، تتحسسها، تخط يدك على كتفها، لها قيمة كبيرة فعلا. الأم هي جبلت على العطاء، وفي حتى نظرة خاطئة في المجتمع إنه الأم لو هي ما مضحية هي ما أم صالحة. أستاذ في تيار جديد بيقول لك، بيقول للأمهات حبوا نفسكم، أسعدوا نفسكم عشان تقدروا تسعدوا لغيركم. فحتى هي نفسها مفهوم العطاء بتاع الأم في الجيل الجديد ده اختلف عن الأجيال اللي فاتت. الأجيال اللي فاتت كان العطاء تضحية، وفيه كده شوية بتاع تراجيديا، ألام ولازم وضروري وأجوع عشان ولدي وأسوي كده. هي الأم طبعا دائما في كل الأحوال صراحة صالحة. نعم. ودائما تعطي الجميل، ودائما هي عطوفة علينا، دائما تضحي بنفسها. صحيح. صحيح. أكيد من أجل أنا بقول أبناء. مفهوم التضحية أسف. أيوه. في الزمن ده يتغير. أيوه. يعني في الزمن ده يقول لك شوف نفسك. أيوه. وضحي لغيرك. يا سلام. لكن زمان كان في إنكار كامل لذاتنا سبحان الأم. سبحان الله. بالتأكيد طبعا. يعني انت دائما ذكرتي عن مفهوم التضحية بالنسبة للأم ما بين الماضي والحاضر، حتى في أسلوب التعبير عن امتناننا لأمهاتنا في عصر السوشيال ميديا، افتكر انه حتى الطرق والسبل للتهنئة في المناسبات المختلفة اختلفت. يعني اصبح التعبير عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق بنشوف فيديوهات جميلة جدا لذكريات بتجمع ما بين الأم وأبنائها في الماضي والآن في الحاضر، بنشوف في كمية من الحنان في الفيديوهات دي. هو طبعا ما الفيديو صح، السوشيال ميديا بالوقت، يعني زمان كان ممكن الواحد يرسل رسالة الأم بتقراها أو يقراها لها الجار حتى لو ما كانت تقدر، لكن الآن فعلا في الفيديو كونفرنس ممكن تكون في كمية من الأحاسيس. ومش الفيديو كونفرنس بس، لا الأمهات في عموم الحال بيحبوا الذكريات. صحيح. القريبة والبعيدة فعلاً. ممكن حتى عبر السوشيال ميديا يتعمل فيديوهات صغيرة الواحد بلما فيها كل المخزون الأولي ليهم، يعني كأطفال أول خطوة، أول مشية، أول سن، أول كده، بتتعمل بطريقة جميلة. فلما تتقدم للأم في هي أكيد حتكون مبسوطة. ليه؟ لأنه حيكون كده في شريط في اليوم ده ماشي، هتحس حتى انه يعني هم مستشعرين انهم عاشوا مع بعض كل المراحل. يعني مثلا الطفل في اول 5 سنوات ما عنده ادراك. صحيح. لكن انا لما اجيب لامي فيديو من صور انا كان عندي عمري 5 سنوات، كانه انا مدركه، يعني كده جاني الادراك انه الفتره دي هي امي كانت فيها قدر شنو هي معاني عشاني.
جميل دكتورة مشاعر، يعني كل ما تقدم الزمن وتطور الزمن وتطور العالم والمجتمع، حواء هي دائما مبدعة ووضعت بصمات ألماسية يمكن جميلة جدا في عالمنا، فمنها الطبيبة ومنها المهندسة والمعلمة وما إلى ذلك. الأم العاملة في كثير من المجتمعات، الأمهات عاملات يعني قادرات، في أمهات قادرات يوفقا ما بين المنزل وما بين العمل، وأنت دكتورة بالتأكيد عاملة، فكيف أنت كأم قادرة توفقي ما بين العمل وما بين المنزل؟ وما في توفيق، لكن في مقاربة في التوفيق. ما توفيق ما في، يعني الأم ما في توازن، يعني توازن كامل بشكل مرضي لكل الأطراف. يعني أكون مبدعة في شغلي، أكون مبدعة في بيتي، أكون أم صالحة، أكون زوجة، أكون يعني شخصية في المجتمع، جاراتي وكذا، ما في بيرفكت، لكن في مقاربة. المقاربة دي عموما، يعني أنا بنصح كل الأمهات العاملات، شكرا للفرصة دي اديتوني لها، إنه أي وحدة تطلع من الشغل بتكون مخلية ده الشغل ورا ظهرها، تدخل البيت ده البيت، والعكس صحيح. علشان لا تكون متضايقة من الشغل تجي تفش في أولادها، ولا تكون متضايقة من أولادها تمشي تخربط في الشغل. لكن هي التوفيق صعب، وبعدين الأمهات الأبناء اللي مربينهم أمهات عاملات مختلفين عن الأبناء اللي مربينهم ربات بيوت، ديرك بيكونوا أخذوا قسط أكبر من الحنان، قسط أكبر من الاهتمام لوجود الأم اليوم كله في البيت. صحيح. معروف عن إنه حواء دائما هي كمان ما شاء الله عليها في حتة بتاع التعدد المهام والمسؤوليات، هي دائما الأولى وهي الأفضل دائما. أنا أعتبر تحيز. لا حقيقة. هي حاجة لحواء. حقيقة يعني ربنا هبى المرأة بهبة جميلة جدا، إنه هي دائما عندها الحنان الفياض، ودائما بتحب إنه هي يعني ما شاء الله بتلقى الأم ماسكة الولد وبتطبخ وبتنظف وبتجهز للضيوف، وعندها شغل لسه أونلاين المفروض تكمله، كل المهام دي في نفس الوقت. فأفتكر حواء هي الأولى والفريدة من نوعها. إحنا نرفع لكم القبعة تحية واحترام. حقيقي شكرا بجد فعلا حواء. وإحنا أقول لك شكرا جزيلا فعلا والله، زي ما وصفت أستاذة دينا، يعني حواء متعددة المواهب والمهام، وخصوصا مهمة الأمومة دي الأقسام بتاعتها كبيرة جدا. يعني الأم لازم تكون ممرضة، الأم لازم تكون معلمة، الأم لازم تكون شغالة تنظف، يعني كله. طيب كله دي بتسوقنا ممكن اللي هي النقطة اللي انت تفضلتي وذكرتيها، اللي هي حتى مفهوم التضحية بالنسبة للأمومة في الماضي، انه هي كانت بتضحي ممكن تكون بعملها او بشغفها وبأمنياتها في سبيل انه والله انه تكون أم مثالية وتكون موجودة في البيت. والتحية طبعا لكل أمهاتنا يعني ربات المنازل، لهم التحية والتقدير. الامرأة هي كاملة أين ما وجدت، لكن صحيح. الآن بنشوف إنه والله الحواء أصبح عندها الكثير من المساحات في إنه هي تقدر تكون أم وأيضا عاملة. في المقام الأول بنقول بقى عندها كثير من الوعي بواجباتها وبحقوقها. نعم. الحتة بتاعت الوعي دي هي اللي خلت الأسرة التعامل فيها أكثر مثالية في العلاقات، سواء كان على موضوعنا الأم مع الأبناء أو الأب مع الأبناء أو في يعني بقى في وعي أكبر عن ده، أدى إلى إنه البذل والعطاء نفسهم يكونوا يعني بطريقة مواكبة لعصرنا. لأنه حتى إحنا يعني اللي عملوه أمهاتنا لو حنجي نقول حنعمله في 2022 بيكون كده في ما بيكون ظابط، وكان ضابط في عهده في وقته. أيوة ذكرت الوعي، شكرا جزيلا للذكر الجميل ده. دائما الأمهات في حالة جلوسهم معنا في حالات من النصح والإرشاد والتوعية، فشنو من النصائح اللي انت يعني كسبتيها من أمك وعملت بيها حتى في حياتك المنزلية؟ والله أنا العفو، النصائح اللي كسبتها من أمي تعبتني في المجتمع، يعني أمي كانت بس لما بتقول لي ما تشاكلي فكنت بتعرض ل طيب دي ما نصيحة حلوة، يعني ما تشكل تكوني زولة مسالمة كده، تكوني زولة كيوت يعني بلغة ناس دينة يعني كيوت، تكوني زولة مسالمة كده. أنا بعمل بالنصيحة دي لكن هي ما نفعتني.
بتفتكري بتفتكري الأحيان ما هناك بتفتكري إنه النصائح أو المبادئ والقيم والأمثال اللي كانت قديما في الزمن الجميل زمن الطيبة اختلفت الآن؟ لا، المبادئ هي المبادئ والأصول هي الأصول. ولكن ليه طيب هذه النصائح بقت ما بتنفعك في زمننا الحالي؟ سؤالك وجيه فعلا، سؤالك وجيه، عشان ما ناقد نفسي، ما كل الناس بتعمل بالأصول ولا كل الناس بتعمل يعني القدر الأدنى من الأخلاق الحميدة. فممكن أنا حتى القصة دي كان في تخريج بتاع بنات ثانوي وأنا كنت في الجامعة بتاع أختي مي خليل، فمشيت عشان أحضر التخريج ده، هما كانوا بيعملوا حركة مجنونة، بيشيلوا طراطيع وبرموها على الناس، فشالوا طرطيعة ورموها وخلعوا الناس. جات البيت أنا بقول لها أنا أسفة، أنا مش أنت الطرطيعة أصلا يعني، لكن كنت مع الناس اللي عملوا العملة، بقول لها أنا أسفة ادتني كف. لا حول. على نصيحة أمي ما رديتوا لها. لا على نصيحة أمي ما رديتوا لها، لكن يعني بالحد الأعلى أي أبناء يحاولوا إنهم هم يسمعوا النصائح بتاعت أماتهم، لو ما في مو الآن الزمن كثير إنه يوريهم له. هي والله النصائح مهمة جدا خصوصا في زمننا والأزمان القادمة، نصائح الأمهات دائما الأم طبعا هي نصيحتها هي في الجانب الإيجابي والجانب التوعوي عشان نمشي لبرا الأمان. فدكتورة يعني دائما الأم هي بتظلم نفسها صراحة عشان تنصف أبنائها، وده بيجي لجانب التضحية اللي ذكرته دينا واللي ذكرته قبل شوية، الأم دائما بتضحي بنفسها كثير، يعني احتمال الوجبة تكون في البيت بسيطة لكن هي ما بتاكل، بتجوع نفسها عشان تكل ابنائها. حاصل دائما بتكون في حاله من نظافه ابنائها والغسيل والمكو وحاجات كثيره كذا في البيت يعني. يلا شوف انت كرجل بتتكلم الكلام ده وانت حاسب الم ومعاناه وتعب وكذا، لكن انا كأم لما اعمل الحاجات دي تاكد انه انا ما بكون حاسب نفس الحاسب. احساس معكوس تماما، سعاده. انا قدر ما اشوف اولادي هم سعيدين في بيتناولوا في الوجبه، اي نعم انا ما بستمتعوا بالعطاء. صحيح وانا فعلا هي دي بيستمتعوا بالعطاء، بنشوف كيف الامهات بيستمتعوا دائما بالعطاء، بيقول لك انه يعني بيكون هم اولادها وهم زوجها وهم مسؤولياتها بتكون اهم من نفسها، بيكون دائما في المقام الاول، فكيف هي بتضحي بنفسها يعني حقيقي يوم واحد ما بس كفايه للاحتفال بالام وعطائها. اجمل شيء انه الام لما تضحي وتشوف الثمره. يا سلام. تحت التضحية. يا سلام. هي بعد كده بتنسى أي حاجة. بذرت ما زرعت طول السنين. بمجرد الولادة ما حت يقال إنه يعني الطلق ده حاجة صعبة شديدة. الولادة. الولادة أيوة. فيعني بشوف الأمهات، أنا ما ولدت بطلق، أنا عندي أطفال لكن يعني هنا، فبشوف الأمهات إنه اللحظات العصيبة دي أول ما يجي الطفل ملامحها نفسها بتتغير. سبحان الله. تكون نسيت أي ألم. وده بينطبق على باقي حياتها في تعاملها مع أطفالها، طالما إنه هي بتعطي بتدي بتفني بتضحي وبتشوف ثمرة ولو بسيطة هي بتكون في غاية السعادة وبتنسى التضحية أصلا، ألم التضحية بيكون كأنه ما موجود. الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني دي مقولة محمد كافية جدا عشان توصف إسهامات الأم في سواء في بيتها وأبنائها وفي المجتمع بالصورة العامة. والكلام ده لا يدرك للي ما يتزوج لسه أو ما عنده أبناء، ده لا يدرك يعني، هو يقال وفي إحساس، أما إدراك كامل لا. جميل. هو بقول لك إنه إذا أنت عايز تعرف حب أمك ولا أبوك لك بتشوفه في أولادك بعدين، وذكرتي أنه الثمرة بتفرح الأم دائماً وبتفرح الأب أيضاً، والتحية لكل الأبهات طبعاً. نجابة الأبناء ونجاحهم سواء كان في المراحل الأساسية ولا الثانوية ولا الجامعية شيء مفرح بالنسبة للأم، لأنه بتكون مبسوطة قدام العالم أنه ده ولدي أو دي بنتي أنا قدمتها للدنيا وللعالم، تفاخراً أيوة بما أنجزت تفاخر. نعم صحيح. فنعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. فكيف الأم يعني أو أوصفي لنا فرحة الأم بتكون كيف لما ابنها أو بنتها يعني يحرز درجات عالية سواء كان على مستوى الشهادة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية؟ قبل ما أجاوب على السؤال ده أنا دايرة أدي نصيحة. والدي كانت دانيليا بنتي جابت 94 ما شاء الله تبارك الله. لا هي خجلت أنها تقول لنا جابت 94 وفضلت مخبية النتيجة لأنها بالنسبة لنا ما مقبولة،
فوالدي بيقول لي إنها هي طالما إنها بذلت الماكسيمم بتاعها وجابت الـ 94 لا يفترض إن أنا أفرح. الـ 94 نسبة عالية صراحة يعني، عالية جدا فعلا غير مرضي يعني. أنتوا عايزين 100% معنا العفو، لكن أنا بالنسبة لي أنا غير مرضية. فهي كانت خجلانة ما قدرت تقول لي، فالوالد قال لي لا أنت يعني كل زول بدي الماكسيمم بتاعه. صحيح صحيح، المرة دي في الماكس يعني قد تكون نعسانة مصدعة نسات ما أيًا، خدت لها عذر في الـ 94 ولا قدام بتجيب الحاجة المتعودة عليها هي. متعودة عليها صحيح. كويس، فمنها أنا يعني النصيحة دي بقولها حتى للأمهات، إن طفلك لو بذل الماكسيمم أفرحي معاه. أيوة، ما بالضرورة لازم يحقق التارجت اللي أنت في راسك يعني النجاح، لأنه في فروق فردية ما بين أولادنا في مزاجهم في تفكيرهم في أعمارهم في الظروف نفسها. يعني الطفل المربى في الغربة ما زي المتربي في الوطن، ما زي المتربي وهكذا. يعني في اللي عندهم طيف توحد، في اللي عندهم فرط حركة، يعني ذوي الهمم، في الطبيعيين. صحيح، فالأم يعني بجد الأم هي حياة، والغربة هي البعد عن أحضان الأمهات. صحيح. أطال الله في عمر أمهاتنا ورحم الله من رحلوا عن هذه الحياة. ونحن الآن يعني بنستضيف اتصال هاتفي من الأستاذة خديجة عبد الله مديرة المدرسة، مديرة مدرسة البنات. أهلا ومرحبا بك أستاذة خديجة، وكل عام وأنت بألف خير. مرحبا بالأخت دينا، والتحية لكل التيم العامل بقناة سودانية 24 التي قدمت محتوى ومضمون سر منذ انطلاقها يعود بالنفع لكل من يشاهد هذه القناة. الله يديك الصحة. وأيضا كلمات الشكر والعرفان لكل أم في ربوع السودان الحبيب وفي جميع أنحاء العالم العربي الإسلامي. الله يديك الصحة والعافية الأستاذة والمربية خديجة عبد الله أحمد، منورانا عبر قناة السودان 24 الآن، وهي ضمن مجموعة قنوات سعودية 24. وكل سنة وأنت طيبة، وكل ثانية وأنت طيبة، وكل الأمهات إن شاء الله بخير. وعايزين نتعرف من خلالك عن على عيد الأم بعيون الأمهات، وخصوصا بعيون المعلمات. أستاذة خديجة، أستاذة خديجة مرحب بك. مرحبا بك يا محمد، ومرحبا بالتيم العامل بقناة السودانية. الله يديك الصحة والعافية، منورانا عبر قناة السودان 24 الآن من العاصمة السعودية الرياض، وكل سنة وأنت طيبة، وكل ثانية إن شاء الله وأنت بخير، وكل أمهاتنا وكمان الرحلوا عن دنيانا لهم الرحمة والمغفرة. وعايزين نتعرف من خلالك أستاذة خديجة عن عيد الأم بعيون الأمهات، وخصوصا المعلمات، وأنت معلمة ومربية لأجيال كثيرة جدا عبر الماضي والحاضر والمستقبل بمشيئة الرحمن. أنا كمعلمة ومربية طيلة 40 عام ما شاء الله بنظر لعيد الأم بصورة أكبر وأوسع من ذلك. فاليوم يجب أن تكون مكرمة على مدارس الأيام وليست يوم بعينه في السنة، لأن الإسلام لن يخصص يوم بعينه لعيد الأم نسبة لدورها ومكانتها الكبيرة. والأم في مجال التعليم لها دور عظيم، فهي تعمل معلمة مربية وموجهة، تقدم النصح والإرشاد داخل محيط المدرسة، ويتعاظم دور الأم العاملة لأنها أيضا داخل بيتها وتقوم بالدورين معا. نعم فعلا. نعم أستاذة، يعني طبعا الأم العاملة كمان مكانتها بتختلف جدا عن، يعني احنا ما بننقص من مكانة رب الأم ربة المنزل، ولكن الأم العاملة لها إسهامات كبيرة جدا في الأبناء والمجتمع بصفة عامة. ونحن حابين انه نتكلم شوية أستاذة خديجة عن شعورك وانت اليوم في عيد الأم العالمي، انت كأم وكابنة في نفس الوقت. أنا بشعر يعني بمكارة الأم لما خصها به الإسلام، مكرمة في جميع الديانات الإسلامية يعني. فالأم دورها كبير جدا وعظيم في التربية والتنشئة والعمل داخل بيتها، والعمل في مجال العمل الخارجي خارج البيت. نعم. فالأم دورها كبير جدا جدا. صحيح. أنا كأم عاملة بنظر للأم العاملة دورها كبير جدا، لأنها بتفيد المجتمع
وبتفيد من سنتها. نعم أستاذة خديجة، يعني دور عظيم وكبير لما تقدمه من تضحيات. نعم. فبتضحي ببيتها وبتضحي بنفسها وبتضحي بأبنائها عشان تقدم خدمة للمجتمع. أستاذة خديجة، يعني بنسمع إنه الأعز من الولد ولد الولد، ففكرة إنه ما شاء الله عليك أستاذة خديجة، أنت طبعاً مربية للأجيال، ففكرة إنه أنت أم بتحتفلي بهذا العيد، وفكرة إنه أنت أيضاً لك أبناء ولك ما شاء الله من الأحفاد، فكيف الموضوع ده بيكون بالنسبة لك؟ هل الشعور بيكون أقوى؟ يعني تكريم الأم في مثل هذا اليوم أو في ذلك اليوم المحدد طبعا له أثر عظيم على نفسيات الأم، فأنت بتحسي بدورك اللي قمت به اتجاه مجتمعك، اتجاه بيتك، اتجاه مكان شغلك، فيعني الإنسان بيحس بشعور عظيم جدا جدا، وبيحس بدور أمه ذاته كشخص، يعني الدور اللي قدمته لك أمك يعني بينعكس لك، بتحسي به من داخل وجودك داخل أسرتك من جانب أبنائك، وهم بيردوا لك يعني هذا جميل بالتكريم في مثل هذا اليوم. نعم أستاذة، يعني وأنت معلمة ومديرة أيضا لمدارس متنوعة من مدارس البنات سواء كان على مستوى ولاية الجزيرة أو ولاية الخرطوم أيضا، هل برأيك أستاذة خديجة يعني عبر المناهج الدراسية الأم وجدت نصيب كبير وكافي جدا من النصيب الأكبر بالنسبة للمناهج التي تدرس للطلاب سواء كان في المراحل الأساسية أو المراحل الثانوية؟ بالتأكيد يا محمد، وجدت الأم نصيب وافر عبر المناهج الدراسية، فقد تضمنت المناهج في موادها محتوى ومضمون كافي خصت فيه دروس خاصة للأم بنتناولها نحن كمعلمين بالشرح والتفسير. أوضحت دور الأم الحنون العطوف صاحبة العاطفة الجياشة التي تعطي كل عاطفتها، فأصبحت يعني بالنسبة للطالب كأم. نعم. وأصبح الطالب مدركا لدور الأم. يا سلام. التي تكبدت كل المشاق في تربية وتنشئة وتعليم أبنائها، سواء كانت أم عاملة أو أم ربة منزل. جميل. من الجميل جدا أستاذة خديجة أنه بنشوف الاحتفال في مثل هذا اليوم بالنسبة للطلبة اللي أنت درستيهم، ما شاء الله عليك أنت يعني مدرسة لأجيال، فكيف بيكون جميل إحساس الرد الجميل بالنسبة للأساتذة الموجودين وأنت كأم لكل الطلاب الموجودين في المدرسة، كيف بيكون الإحساس برد الجميل أستاذة خديجة؟ بالنسبة للأطفال يعني في المدرسة أنا بعتبر كل أم معلمة يعني تقوم بواجبها تجاه طلابها أو أبنائها داخل المدرسة أو بناتها داخل المدرسة، فهم بيحسوا بوجودها بيعتبروها يعني الأم المثالية لأنها بتأدي دورين، دور في المدرسة ودور في البيت، فأنت بتتفاعلي مع أبنائك في البيت وتتفاعلي مع أبنائك يعني اللي بتزوديهم بالعلم والمعرفة. فربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يعني ذكر الأم في كثير من الصور. صحيح. سورة لقمان، سورة طه، سورة مريم، يعني أخص الأم بصفات عظيمة، وهذه الصفات بتنعكس لأطفالنا في المدارس أو أبنائنا في المدارس من خلال منهج التربية الإسلامية القرآن الكريم. نعم. يعني إذا وجدت هذه المادة الشرح الوافي وتفصيل المعنى للتلاميذ هم حيحس بعظمة الأم. جميل. الأم جميل. المعلمة، الأم المربية في البيت. نعم أستاذة. يعني لمثال. نعم. يعني أنا بذكر حي إنه القرآن تناول يعني أدوار الأم وخصها بصفات عظيمة وكبيرة، وطلب مننا إنه نجلها ونعظمها ونحترمها. نعم أستاذة خديجة، يعني الصحة والعافية يا رب. نعم. أستاذة خديجة وطولة العمر يا رب. نعم، شكرا جزيلا أستاذة خديجة، وأنت واحدة من المعلمات والمربيات التي وضعنا بصمة مميزة جدا ومسيرة 40 عام من التدريس لأجيال متعددة من البنين والبنات، شكرا جزيلا وكل سنة وكل ثانية وأنت طيبة. حدثتينا عن عيد الأم وأنت من العاصمة السودانية الخرطوم، والتحية لكل أمهاتنا في السودان، شكرا جزيلا أستاذة خديجة. لكم ألف عافية ولكم ألف شكر، وتحية لكل من ساهم
في إعداد هذا البرنامج. الله لكم مني خالص الشكر والتقدير. شكرا جزيلا. شكرا دينا. وبال يعني نحن رجعنا للاستديو مع الأستاذة مشاعر، وحقيقة كانت المكالمة مع الأستاذة خديجة في قمة العطف والحنان، وحسينا بكل الطاقة. نعم كانت جدا جميلة. تعليقك على كل ما قالته الأستاذة خديجة؟ طبعا يعني باعتبار أنها هي مديرة، أنا شوية وأوقف على حالي ما كنت قادرة أقعد وهي بتتكلم. يمكن ذكرت أشياء مهمة جدا بالنسبة لي يعني المناهج الدراسية اللي تدرس الطلاب في شتى المراحل، سواء كان على مستوى الأساس والثانوي، بأنه وجدت الأم حظ كبير جدا بالنسبة للتدريس. أستاذة دكتورة مشاعر، هو فعلا ده اللي حصل. لكن أنا بتذكر يعني في طفولتنا أنه الوالد كان بيسرح لنا شعرنا، بيغير لنا ملابسنا، بيطبخ، بيكنس، بيمسح، بيغسل، بيعمل أي حاجة في حال أنه الوالدة كانت مريضة. سبحان الله. لما هي تلقى العافية بتقوم بدورها، لكن لو هي ما لقت العافية لا بيجيبوا شغالة ولا بيجيب زول من أهلنا ولا ولا ولا. فالمناهج صراحة هي مركزة على الأم أكثر من الأب. في إضاءات كثيرة عن الأبوات ما موجودة، لكن أساسا حنرجع نقول يعني في السنة زي ما تفضلت أستاذة خديجة، هو طبعا الادوار متشابهه، امك ثم ابوك. صحيح. نعم الادوار هي متشابهه، والحب هي دي. والحب الكبير الموجود في القلب وفي المشاعر هو للام، والاب هو متساوي. فربنا يديهم الصحه والعافيه. اسمحوا لي عبركم انه عبر السودان 24 الان، انت اخ محمد واخت دينا، انه انا ادي باقه بتاعت حب كبيره لكل ام ربت بدون اب. يا سلام يا سلام يا سلام لكل أم ربت بدون أب، لكل أم عاشت الدورين مع بعض بحكم غياب الأبهات، يمكن الشغل ويمكن بيكونوا مسافرين. دينا في عبارة دائما بتتقال، أنا حاسأل دينا بيقول إنه دائما البنات بيكونوا قريبين لأبهاتهم والأولاد بيكونوا قريبين لأمهاتهم، العبارة دي صحيحة ولا؟ والله هي دي هو الحب سوى يعني. الحب طبعا هو بيكون سيان بالنسبة للوالدين، ولكن بنسمع إنه بيكونوا البنات بيكونوا أقرب للآباء، والعكس بيكونوا البنات الله عملية تكامل. نعم يعني والأولاد أقرب للأمهات. أيوه. بس طبعا حب الوالدين بالنسبة للأم والأب هو صحيح. سيان نحن أبدا ما بنقدر إنه نحن حتى نقارن ما بين حبنا واحترامنا لأمنا وأبونا في حياتنا. ويعني فعلا هم زي ما أنت ذكرتي دائما أدوار بتكون شراكة. أيوة ما بين الأم والأب. أنا صراحة لحد ما أمي توفت كنت متمنية أن أعرف هي الله يرحمها، كنت متمنية أعرف أنها هي بتحب منه أكتر. هم الأمهات والآباء دائما هو حبهم واحد بالنسبة للأبناء. هم بيقولوا واحد هو ما واحد. لا واحد صراحة. أنا متأكد إنه ما واحد. دائما لأنه العاطفة تجاه الأبناء، يمكن في ابن قوي وابن ضعيف، فبتجي إنه هي دائما بتحاول توجه الضعيف، فالقوي بيفتكر إنه الأم هي بتميل لذا أكثر. جميل. فدائما الصفات ما. أنا الهيبة بتاعت بابا بتمنعني أحيانا بجي بسأل السؤال ده، لكن الشعاع كده بتاع هيبة بابا بيمنعني إن أنا أسأله. نفسي برضو أسأله أقول له أنت بتحب منه أكثر. لا جميل. هو أكيد بيحبكم كلكم مع بعض. أكيد طبعا. ونحن هنا نتوقف لأيضا في مداخلة هاتفية من الدكتورة أسماء الزلاتي. أهلا ومرحبا بك دكتورة أسماء، وكل عام وأنت بألف خير يا رب. أهلا بيك. أهلا بيك حبيبتي، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وكل أم طيبة وبخير يا رب، وأتم الصحة وعافية، وربنا يرحم كده اللي ماتوا يعني، ويسعد يا رب اللي حيين يعني ولسه عايشين في وسطينا يا رب، وعايشين كلنا ببركة الأمهات يعني. فعلا فعلا دكتورة أسماء، ويعني الآن الشعوب كلها بتحتفل بعيد الأم، وربما يعني تختلف الاحتفال من بلد لآخر، فحابين نتكلم دكتورة أسماء كيف الاحتفال عندكم اليوم بعيد الأم؟ والله بصي، وانا حاسه ان الدنيا كلها بتحتفل النهارده بالام. صحيح. يعني في حقيقه في كل مكان، فالام فعلا هي سبحان الله تحس ان هي كلمه مكونه من حرفين اثنين بس، ولكن لها معاني كتير جدا لا تعد ولا تحصى يعني. يعني تحس ان هي يعني حرفين ولكنها سيمفونيه كده موسيقيه جميله. طبعا الام طبعا هي اعظم مخلوق على سطح الارض، هي نبع الحنان والحب والعطاء والكرم، بتعطي سبحان الله بتعطي الجميع دون انتظار مقابل يعني. يعني هي الوحيده اللي تتمنى ان ابنائها يكونوا لهم مستقبل افضل منها، انت واخده بالك؟ فيعني الام لا، دي حاجه
حاجه جميله جدا. بالنسبه لمصر بقى، لا طبعا هو مثال الاحتفال بيبقى يعني موحد تقريبا في كل الدول العربيه بالذات يعني. ففي مصر طبعا يعني بتبقى الهدايا دي اهم حاجه. نعم دكتوره اسماء. وهو ده فعلا الكلام او بالهدايا، وفعلا دكتوره اسماء هو ده السؤال، افضل الهدايا. دكتورة أسماء، الهدية دي ما بت يعني ما تجيش حاجة خالص، ما تجيش حاجة قصاد اللي هي قدمته، كل أم قدمته لأبنائها، ولكن مع الهدايا كمان بيبقى بقى في حتة الحفلة، بيعملوها حفلة طبعا بتبقى في كروت مثلا للهدايا. اليوم ده بيبقى يوم عالمي فعلا يعني، المفروض يبقى في أجازة أصلا. نعم. يعني نعم دكتورة أسماء مرحبا بك ومساك الله بالخير إن شاء الله، وكل سنة وانت طيبه. و يعني مثلا الام المراه او ام زوجها برضو يعني، لان هي في مقاب امها، انت واخده بالك، فالهدايا بتتعطى للاثنين وبتزار الاثنين، بيبقى في زياره، بيبقى في حفله، بيبقى في جاتوهات وحلويات واحتفالات. نعم دكتوره اسماء، يمكن يعني وهابي مدر دي دكتوره اسماء. الاحتفال بعيد الام طبعا هو شيء جميل، ولازم نحتفل بامهاتنا يوميا وفي كل ثانيه كل سنه. وانت طيبه دكتوره اسماء، ويمكن عايزين نعرف من خلالك واجب الابناء تجاه امهاتهم وتجاه ابهاتهم ايضا، سواء كان واجب معنويا او واجب ماديا، كل الواجبات من الابناء تجاه أمهاتهم دكتورة أسماء في هذا اليوم وفي كل الأيام الطيبة بالنسبة للأمهات، وكل سنة وإنت طيبة. هو طبعا الواجبات كتيرة جدا، إحنا مهما ما قلنا من واجبات تجاه أمهاتنا فهي يعني نعتبر مقصرين، ولكن يعني المناسبة دي هي مهمة جدا عشان نذكر نفسينا ونذكر الجميع حوالينا بواجبات الام. هي في واجبات معنويه وفي واجبات ماديه، وفي واجبات كتير، حتى في واجبات وهي في حياتها او واجبات بعد وفاتها يعني. يعني الواجب لا ينقطع تماما، لان عطائها اصلا غير منقطع. فالواجبات مثلا لو هي في حياتها طبعا، سواء كان واجبات ماديه المفروض اللي احنا ننفق عليها، الانفاق عليها ده واجب، وخصوصا وخاصه اذا كانت محتاجه الهدايا. والمفروض على فكره مش هدايا بس يعني كل سنه، لا، المفروض الهدايا تكون مستمره. الهدايا يعني اذا كان في حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انت ومالك لابيك فما بالك بامك، يعني الرسول قال عليها امك ثم امك ثم امك ثلاثه، وابوك ده مره واحده. فيعني الحته الماديه دي المفروض يبقى هو ملتزم ليها حتى ان لم تطلب. يعني انا مش هستنى لما امي تطلب مني، المفروض ان انا اتحسس واشوف امي محتاجه ايه. امي محتاجه عايزه تطلع عمره، اساعدها على اداء الفرائض او اداء العبادات واطلعها عمره او حج. امي محتاجه تصل رحمها وتزور اخواتها، يبقى انا برضو اعينها على كده، ومش لازم اللي هي تطلب. هي ممكن على فكره كتير من الامهات يعني بتحسسوا. جميل يعني دكتورة أسماء، التحية لكم والله كأمهات لأدواركم العظيمة اللي أنتم بتقوموا بها، خصوصا اللي احنا يعني الأمهات العاملات وأيضا الأمهات الموجودات في المنازل. صحيح. نعم نعم بالتأكيد طبعا دكتورة أسماء، وكل سنة وأنت طيبة يا دكتورة أسماء، وكل الأمهات اللي بيشاهدوا فينا، وكل أمهات الوطن العربي يا رب، والرحمة والمغفرة للذين رحلوا. الأم يعني فعلا هي جنة الأبناء، وهي قرة عين كل الأبناء. ربنا يخلي كل أمهاتنا يا رب ويطول في عمرهم. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. يمكن كلام الدكتورة أسماء صراحة كلام جميل جدا، هو وضح لنا الواجبات من الأبناء تجاه أمهاتهم وأبهاتهم أيضا، كيف الإبن يكون بار بأمه ويكون نعم. بار بأبوه، حتى ينعكس ذلك إيجابا على أبنائه في المستقبل، ويتوارث ذلك جيل كل جيل وراء جيل. والتحية للدكتورة أسماء محمد الزناتي، هي حدثتنا من العاصمة السعودية الرياض. نرجع بك من جديد دكتورة مشاعر، وإحنا يمكن اتكلمنا عن أشياء جدا هي مثمرة وجميلة بالنسبة للأبناء والأمهات، فعايز أرجع مرة ثانية بالنسبة لجانب الوعي والنصائح وإرشادات كانت يمكن هي مميزة جدا من أمهاتنا وأبهاتنا حتى لما نكبر يعني. فبرأيك يعني في بعض الأطفال أو بعض الناس يعني ما بتقبلوا هذه الآراء، ما بتقبلوا هذه النصائح، شنو نصيحتك لهم إنهم يسمعوا كلام أمهاتهم وأبهاتهم حتى لو مضى بهم العمر لقدام يعني؟ قبل ما أجاوب في إضاءة قالتها دكتورة أسماء جميلة جدا، إنه إحنا برنا لأمهاتنا برنا لأمهاتنا بعد ما يتوفوا. أمهاتنا بالوقت دي في
هم موجودين في، بتكلم عن امي وعما سلف من الامهات، الله يرحمهم، انهم موجودين في الحياه الثانيه. هي احنا في ثلاثه حيوات اللي احنا عايشينها، والبرزخ والاخيره بتاعت الجنه والنار. طب الوقت الامهات في البرزخ بتصلهم الهدايا في اطباق من نور، بتصلهم الهدايا مع الملائكه. فواي نوت احنا حتى في نفس اليوم ده، ايوه نقدم لهم هدايا بل بزياده كمان من الصدقات، من الدعاء، من ايضا الدعاء. نعم. والفاتحه. نعم. على ارواحهم. نعم. طبعا الرحمه والمغفره لهم يا رب العالمين. كله كله على اساس انه كل امهات الام الاسلاميه يا رب. نعم الهدايا ما بس يعني الام الحاضره، حتى للام الحاضره الغايبه اللي هي هنا برضو بتصلوا الاحتفاليات بالام الحاضره الغايبه. يعني تعبير جميل جدا منك دكتوره الله. مشاعر، ربنا يرحم يا رب كل الامهات يا رب، وفعلا لفته جميله منك جدا دكتوره مشاعر. نعم الام الحاضره الغايبه، والام دائما هي حاضره مشاهدينا. نعم. في كل مناحي الحياه، وهذه حلقه كانت مهداه لكل الامهات من هذا الاستوديو، من هذه القناه، قناه السودان 24 الان، كانت موجهه لكل الامهات. وان شاء الله يا رب يعني نتمنى انه الاحتفال بالام ورد الجميل ليس فقط في عيد الام، ولكن في كل الايام وفي كل اللحظات. نعم نعم أجاوب على السؤال. نعم نحن حلقتنا للأسف يعني زمن الحلقة خلص في هذه الحلقة المميزة جدا، وحضورك الجميل دكتورة مشاعر، هذه الكلمات الطيبة. أسمعوا كلام أمهاتكم حتى لو ما فهمتوا، حيجي زمن يجيكم الوعي والإدراك أنكم تلقوه أنه كان صحيح إن شاء الله بإذن الله. هي نصيحة صراحة ثمينة وقيمة جدا لكل السادة المشاهدين بمختلف فئاتهم العمرية. الله يسلمكم. شكرا يا رب. دينا شكرا لك دكتورة مشاعر على الكلام الجميل وعلى حضورك وتلبيتك الدعوة، بنتمناك إن شاء الله في سلسلة حلقات قادمة لنقدم الجميل والمفيد بالنسبة لكل السادة المشاهدين بمشيئة الله. بالتأكيد طبعا، وما حننسى نشكر ضيوفنا كانوا عبر الاتصال الهاتفي، الأستاذة خديجة عبد الله من العاصمة السودانية الخرطوم، والدكتورة أسماء الزناتي من العاصمة السعودية الرياض. شكرا لكم، والشكر أيضا للكاست العامل لحلقة اليوم في الإخراج عوض شاه الدين، وكاميرا كنترول ناصر اللانكي، إعداد دينا عصام ومحمد عبد الرحيم، وفي المونتاج عز الدين سعدابي، وفي الجرافيك محمد عصام، وفي البث أحمد الرئيس ومحمد فؤاد، وفي التحرير أحمد طه، وفي تقرير الصوت أحمد سالم. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله نتلاقى بكرة في حلقة جديدة. كونوا بخير وبصحة وبعافية، وكل سنة وإنتوا بألف خير أمهاتنا. في أمان الله.